والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله. نعم. أن تؤتى الحكمة. إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة. نعم. السكينة حالة من الرضا، من السعادة، من التفاؤل، من القوة، من الثقة بالنفس، من سداد الرأي، من صحة الرؤية. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. سعد بها أهل الكهف وهم بالكهف، وشقي بفقدها من كان في القصور. سعد بالسكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار، يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم.